مبروك، وعقبال ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله في افتتاحيه الدوري العام. محتاجين المكسب احنا للتدعيمات الحقيقه. اختلاف الراي عن الاداء وعن دخول لاعبين وخروج لاعبين والرؤيه بالنسبه لمارسيل كولر دي هتبقى اكيد. الراجل ده مش هيلعب ضد نفسه يعني ولا ضد فرقته، وعايز ينجح. رجع عشان ينجح مش عشان يعمل اي حاجه. وعلى اللاعبين اللي هم بيجي لهم الفرص جوه الملعب يستغلوها جوه الملعب، يثبتوا ان حقيتهم في الاشتراك. انت شفت النهارده الماتش فيه تغييرات، لعيبه نزلت ولعيبه خرجت. ها دي لعيبه تقيله قوي اللي داخله، واللعيبه اللي خرجت لعيبه كبيره جدا. فما بقاش عندي غير الملعب انا يا كابتن ايمن، هو المقياس الوحيد بالنسبه لي اللي انا اقول الفرقه الجايه الماتش الجاي مفيش بقى انا لسه هجرب حد يعني. فهمت قصدي انا ايه؟ ايوه. يعني مش لسه هقول انا لازم اكمل واجرب النهارده ولا الماتش الجاي بقى يبقى حسام حسن. مش لا شادي ولا شريف، ها لا، دي داخلين في الجد بجد. يعني انت لازم البدايه بتاعتك في بدايه الدوري العام تبقى قويه جدا. لازم الفرقه اللي انا شفتها تاني تايم دي، ايه الميزه اللي كانت في الفرقه بتاعت تاني تايم؟ كان فيها عناصر تقدر توصلك للجون بسهوله. سيبك من المنافس اللي احنا بنلعبه النهارده، انما انت لما بتتحرك في ال 18 مع اي فرقه وكره بتروح لك، يعني انت بتعمل ثغره ان كده تقدر تهدف منها، اذا عندك الامكانيات. ايوه. الكلام ده انا ما شفتوش اول تايم. صح؟ انا ما شفتش الكلام اللي هو الباس ان بتوين او اللونج باس او 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 التحركات او سرعه التحركات او استقبال الكره وتسليم التسلم اللي احنا قلنا ايه؟ احنا جبنا هدفين وضيعنا هدفين. يجوز محمد شريف اتحرك جوه في ال 18 كويس، انما تنفيذه لانهاء الهجمه ما كانش على المستوى اللي كان المفروض يبقى المطلوب يعني. تاني حاجه جات له كوره في اخر قبل ما يطلع ناحيه الشمال وراح واخدها بشماله. انت لازم يبقى عندك حاجة تقيلة قوي بتلعب أنا برتكز عليها والفرق اللي قدامي بتخاف منها. لازم يبقى عندك العناصر الكاملة والعمود الفقري لأي فرقة، اللي هو إذا كان الديفندر اللي ورا، نص الملعب المدافع، نص الملعب البلاي ميكر، السترايكر الجامد جدا. إحنا بنعتمد على دلوقتي الإيه؟ الأجناح. النهارده أنا وأنت والكابتن قاعدين بنتكلم على علي معلول. في الدفاع بنشوفه، وفي الهجوم بنشوفه، وفي الأخطاء بنشوفه، وفي التميز بنشوفه. علي معلول صاحب الكوره اللي انا بضمن فيها السليمه، صاحب الفكر، صاحب التفكير داخل الملعب على طول. بنضمن الشكل ده عايزه في كل اللعيبه، انك عندك لعيبه تقيله، سرعه التنفيذ، اكرمي بسرعه، احمد عبد القادر، ايه الكوره تيجي وبعدين اقعد اباصي واعمل، ما تعمل مناوره وتروح وتعمل بلس 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 تخلص الكوره، ما تكسب 5-6، انت تقدر تكسب 6-7 النهارده وتعمل لنفسك. لازم نطمع اكتر من كده، حاجه معنويه. ايه الماتش خلص خلاص؟ مفيش ماتش خلص، ما انت النهارده تعددت بثلاث اربع تجوان. لا لا، وليه المانع ان انا مثلا ما ازودش، اجيب الرابع، اجيب الخامس، اجيب زي ما تقول. المفهوم ان احنا بنلعب الكوره اللي عندنا بس. احنا بنمثل نفسنا والتيشيرت الاحمر في ال 90 دقيقه دول. انا رايح العب، مش رايح انا بوازن الامور. انا هكسب اثنين، هكسب ثلاثه، لا انا كسبت خلاص، اديك كورتين ثلاثه كانوا ممكن يخشوا فيك جول عن طريقك بقى، عن طريق الصدفه، عن طريق اي حاجه، انما كانوا خطيرين جدا وحارس المرمى ملوش ذنب فيهم. دول جوه ال 18 وطلقه بتخش من جنب العارضه، ده ستر. كورتين تانيين راحوا اول تايم انفراد، انت برضو اللي عملته انت سبب فيه، انما الكوره ما فيهاش كده. ايوه. الكوره فيها تخبيط. امبارح بتتفرج على ماتش، الكوره بتخبط وتروح لواحد هو جون فاضي يحطها. ممكن ده يحصل لك في اي ماتش، ممكن يحصل لك. فلازم انت الامكانيات اللي عندك كلها، لازم المفهوم عندك ازاي يكمل اللاعبين بعضهم. ازاي يبقى عندك انا ناحيه اليمين دي شغاله زي ناحيه الشمال، مش انا ناحيه اليمين دي لما تروح لها الكوره احنا كنا فين يعني؟ وايه السبب يا كابتن؟ ان مفيش العقل المدبر اللي بيقدر يمشي الكره طاحونه يمين شمال، يحور اللعب من هنا، يعمل الايقاع والتيمبو بتاع الحكايه كلها، يدي فرصه للسترايكر يتحرك يمين وشمال، والسترايكر الثاني يعمل عواكس معاه. يعني لازم انت تهدد الفرقه اللي قدامك ان هي ما تروحش الناحيه الثانيه، على طول تتضغط عليهم، على طول بتفقدهم شكل التفكير ان هو يلعب معاك في الجيم حتى باسمك وبلاعيبتك وبكل حاجه. ما نقدرش نقول النهارده اكتر من مبروك. عودة الثقة بقى للاعبين بينها وبين نفسها في التمريرات اللي جاية دي، يعني الأسبوع اللي جاي ده أنا قول حاجة للعيبة يعني إخواتنا، يعني
ارجع بقى العب كورتك بقى. انت داخل على دوري بقى ومع معاك جديده كورتك بقى والعب اسمك والعب الكوره اللي احنا شفناها قبل كده، وكلهم اسماء وكلهم عندهم كوره، طلع كورتك بقى. ما تبخلش بقى على نفسك ولا على ناديك ولا على جمهورك. لا اتعب بقى شويه الجايين دول وحط نفسك في البدني كويس قوي اللي يسمح لك تطلع الكره اللي عندك. صحيح. وان شاء الله يبقى اللي جاي احسن باذن الله نتيجه ده ولعبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. انت اتعصبت جامد يا كابتن شريف. لا والله ما اتعصبتش ولا حاجه، عندكم يعني عن اللعيبه عندها اللعيبه عندها وبخلانه. ها يا كابتن بقول مش محتاج عصبيه الموضوع. مش محتاج عصبيه، اللعيب بخلان ان هو يطلع الكره، الكره بتجي عايز يباصي يبقى بدني مش قادر. لا كويس. لا محتاج عصبيه. انا في مارسيل كولر الراجل المدرب انا عجبني برضه يعني في حاجات كانوا عاملين يشاور ساعدوا المدير الفني ان على الفرقه اللي انتوا نفسكوا فيها اللي هي تبقى موجوده والتغيير الضيق اللي موجود، فساعدونا وساعدوا الناس وساعدوا الدنيا كلها لان عندكم. انا مش هجيب من بره بقى، هم دول اللي عندي. مشكله انك تكون عندك وما تطبعش يعني انت عندك مكسل يعني مش عارف. طب أقولها ممكن يكون ايه يعني خلاص الماتش خلص، اكبر واحد في الفرقه هو اللي بيجري وهو اللي بيفكر هو اللي بيعمل هو اللي بيسوي واحنا اختلفنا كمان عليه لدرجه انه تعب يعني الراجل مش هيفضل بقى هو الميكانيزم بتاع الفرقه كلها. الكاميرا ما بتجيبش غيره، انا عايز كل اللعيبه تبقى بالشكل ده. لعيب ما بيلعبش ما فيش امصى انك انت ما لعبتش، اديك نزلت اهو والعب هتلاقي نفسك بتلعب تاني، هتلاقي نفسك بتبتدي. ايوه بلاش كل يعني بلاش، احنا كنا لعيب الكوره، كل واحد عنده اسمه. مظبوط. كل واحد عنده تقله. أيوة. وكل واحد عنده الزعل والقمصه والبتاع، كلنا كنا لعيب الكوره كده عاديين يعني. انما لما بنزل باكل الملعب. مظبوط. ده لنفسي انا. أيوة. لهيبتي انا، لكرامتي انا، صح؟ صحيح. هيعود بعد كده على نتيجه المباراه وعلى فرقتك. صح. وانت داخل على ماتشين اسماعيلي والزمالك على ماتش ورا بعض. صح. انت صح. محتاج انك انت تبقى فول سبيد. مظبوط. وتخلص من البدايه والنيرف يا ايمن. انا جاي اكسب النهارده مش جاي بختك يا ابو بخيت يعني.